FM. الكلمة ليك. شوف بشكل رسمي وانت كما قلت لك تحدثت مرة ولكن ما سمعتنيش، قلت العنوان، كنت جاوبت وقلت بشكل واضح من حق أي رئيس حزب وأي رئيس منظمة أنه يقوم باتصالاته الخارجية وفقا لعلاقات ووفقا لأجندة حزب ووفقا للكرنيدة دراسة متاعه. وأحنا قالها رئيس الجمهورية في عديد المرات، يبقى ماهوش مسموح لأي سياسي تونسي أنه يخدم ضد مصلحة الدولة، وهنا وقت الدولة تتدخل. الكلمة ليك.